هنقول بسم الله وهنبدأ بقى ايه. ادي الحلة، هنحط هنا زيت الزيتون، وبعدين عندي البصل، هنعمل بقى عارفين زي ما بنيجي نعصج اللحمة المفرومة، بس هنا الفرق بقى هقول لكم. انا عايزة بس احط شوية بصل حلوين لان هي بتحب البصل قوي. خلاص هرميهم كده مع اللحمة. طيب وعندي طبعا فصين توم حلوين كده، معلقة صغيرة. هنحط رشة ملح وفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. رشة فلفل. عندي بهارات اللحمة وجوز الطيب، دي جوز الطيب ودي بهارات. السبع بهارات تنفع او بهارات لحمة برضو تنفع. كده رشة جوز الطيب، بحب انكه البصل. وبعدين هضيف دلوقتي اللحمة اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو تمام. وهنبدا نقلب كده تقليبه لطيفه. رشه فلفل على اللحم ضروري، رشه جوز الطيب، رشه بهارات. طيب عندي الفلفل الاخضر اللي احنا اتفقنا عليه، وده اختياري، احنا نقدر ننوع فيها، اللي بيحبها سادة خلاص، لكن هي توليفة الخضار دي لطيفة جدا. شوفوا انها تبقى حاجة مختلفة شوية. عندي جزر مبشور، لو عندي كمان كرفس الله، ممكن اشوح كل الخضار ده في الاول وبعدين ابدأ اضيف اللحم. بس هي كل ما كتر فيها الخضار ولو مش عايزينه يبان، لو الاطفال هيعترضوا، حضراتكم اضربوا كل الخضار في الكبة، يبقى ناعم خالص، عارفين هيبقى مع قوام اللحمة مش هيبان أصلا، لكن هياخدوا منه الفايدة وهتبقى جوه القوام لكن هما مش شايفينه. طيب ندي هنا كده، هدي هنا الصلصة. بصوا أنا هحط شوية كرفس، كرفس رائع معاها، مش قادرة أقول لكم، شوية صغيرين كده. شوح بعدين في النص هنا، هياخد شوية الصلصة دول، حمرهم هنا في النص، ونقلب مع بقية الخلطة. وبعدين هنحط كمان عصير طماطم. تتصلصل بس شوية كده. لازم نشوح البصل كويس، انا بس الوقت عندي بخاف جدا ياخدني وملحقش ان انا اكمل بقية الوصفة، فمعلش انا يعني بحاول ان انا اقدمها باسرع وقت ان انا اقول المكونات. خليني اصب شوية من المرق. من المرق عايزاها تغلي بقى شويه مع بعض. استنوا بقى، حط الزعتر والريحان والروزماري. خليني اخد من هناك، ده زعتر عندي هنا اهو، رشه بقى من الزعتر كده حلوه، ورشه من الريحان لطيفه. طبعا لو عندنا فريش مش قادره اقول لحضراتكم، الطعم بيختلف يعني كومبليتلي 360 درجه. طيب هقلب كده، ناخد كمان معلقه كده بس من اللي باقيه دي الحلوه من دعم الصلصه، تبقى مصلصله قوي كده. حاجه بس بسيطه هضيفها خفيفه جدا، لا ترى هسه سكر علشان الحموضه، هسه اهي
بس صغنن اهي بس كده. خلاص اي حد بيتعب من الصلصه من الطماطم من هسه السكر دي بتريح جدا على فكره. اه بقى رشه فلفل، حط رشه تاني من رشه جوز الطيب خفيفه، نكه بقى كل الحاجات مع بعض، شويه من البابريكا بقى الحلوين دول. في ناس بتحب تحط هريسه، يعني بتحب ان انها تبقى مشطشطه، بس ده طبعا اختياري ما نقدرش نعمل كده للاطفال. هقلب كده، سيبها بس تغلي مع بعض غلوه، واللحمه المفرومه كده تبدا تدينا ايه غلوه مع بعض. خليني بس ازود لها شويه شوربه كده. اوكي هتغلي مع بعض بعد ما اضفنا بقى ايه، حطينا البصل المفروم، حطينا الثوم المفروم، شوحتهم مع بعض، وبعدين حطيت عليهم الملح والفلفل، رشه كده من الملح والفلفل علشان البصل ينزل الميه بتاعته يبدا يتحمص معايا كويس، وبعد كده حطيت عليهم بهارات ورشه جوز الطيب. بعدين نزلت شويه شويه بال، عندي اختيارين، اما هنزل الخضار الاول وهبدا اشوحه مع بعض اللي هو الجزر والكرفس و الحاجات اللي انا حابه احطها مع المكرونه سواء فلفل او غيره، او هحط اللحمه المفرومه كالعصاج المتعارف عليه اللي احنا دايما متعودين بنعمله، وبعدين ابدا اضيف الخضار لو هو مضروب في الكبه او مطحون بشكل كويس مش هيبان برده مع اللحم. هقلبهم مع بعض، وبعد كده هبدا احمص بقى معلقه الصلصه في نص الحله كده، وبعدين اضيف عليها عصير الطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط وصفيتها. احطهم بقى مع بعض على النار مع كوبايه من المرق، واسيبهم يغلوا مع بعض غلوه حلوه كده، تبدا بقى ايه تتسبك كويس. خلينا نبدا نعمل ايه. طيب هنبدا بقى نشيل، خلي الحاجه دي كده هنا بجنب. طبعا في اختيارين، لو احنا حابين مثلا الصوص ده بيتين كده لطاف قوي، البولونيز في ناس بتحبه تقيل وفي ناس بتحب تحطه خفيف زي ما احنا متعودين بنعمله بناكله بره في اي مطاعم وكده، بس طبعا بما اننا احنا عاملين حاجه في البيت فحاجة البيت دايما بتبقى مخدومة قوي، مخدومة بقلب، لان احنا مش بنستخسر حاجة في المكونات اللي احنا بنحطها. فانا شايفة ان انا الصوص طالما انا ما زودتش فيه المية بصوا بيبقى واخد قوام حلو ازاي. كمان لو اتبقى منه شوية اقدر احطهم في التلاجة مفيش مشكلة، لو انا خلاص مش هاكل منها تاني ما اشيلش في التلاجة، اشيل الصوص ده دايما ابعدوا المكرونة عن انها تتحط مع الصوص. ممكن في وقت وفي لحظة تحسوا انكم مش قادرين تاكلوا منها تاني، فهنبقى اوريدي خلطنا المكرونه مع اللحمه المفرومه. خلينا دايما الصوص لوحده، وممكن نشيل منه في علبه في الفريزر ونرجع نسخنه تاني يتعمل مع شويه مكرونه لسه مسلوقين حالا مفيش مشكله خالص. وممكن ان احنا لو الناس بتحب، يعني انتوا بتحبوها، في ناس بتحب تعملها باللحمه المفرومه كده وتاكلها كده برده اوكي، بس خلينا الكميه تبقى على قد الاكله اللي احنا هناكلها ما نكترش. طيب هقلب كده تقليبه، لو انا عايزه اديله قوام تخين عن كده واخليها حاجه تختوخه او سي مثلا زادت منك قوي اديها معلقه دقيق صغيره هتظبط جدا القوام. بس بصوا احنا عاملينها لطيفه ازاي، وده الفلفل، ونقدر برضو نخفي الحاجات دي. انا قصدي ان انا اوريها لحضراتكم عشان اصدقائنا اللي حابين ياخدوا الفكره وينفذوها بالشكل اللي يتناسب مع اسرهم، يعني مع عيلتك مع اولادك اوكي مفيش مشكله خالص، بس هي كطعم مختلفه جدا. حطينا زعتر وحطينا ريحان، ويا سلام لو كان فريش ممتاز، يبقى بصل وجزر وكرفس وريحان مفروم وزعتر فريش، حاجة تانية. طعم المكرونة حاجة تانية، لو عملناها بس على شوية صلصة ببصلاية بشوية صلصة بتدي طعم مختلف تماما. طيب أقلب بقى كده، وبعدين أنا عندي خلاص المكرونة طبعا السباكيتي الطبيعية بتاعتنا العادية جدا، اتفقنا ان المكرونة حتى لو أنا هشيل منها شوية زيادة وهي زيادة عني احطها في علبة احطها في التلاجة، مسكت شوية خد شوية منها على مصفى تحتيها حلة فيها مية بتغلي على النار بخار تستوي افرفطها كده تطلع ممتازة، وكمان هتنزل نسبة الزيت اللي انا كنت ضايفاها عليها في الاول مش هتفضل لسه عليها يعني هتتخلص منها. طيب هنقلب بقى تقليبة كده، خليني دلوقتي هضيف شوية الكريمة اللي انا اتفقت مع حضراتكم اللي انا عايزة اضيفها، ودي اختيارية وليست اجبارية. خلاص تديها بس كده ايه، عارفين البينك صوص يعني شويه اللي ايه احنا بنحبه عاليه على الاخر والله. بصوا بقى الجمال. طيب هاخد بقى معلقه كده عشان انا عايزه بس الصوص يبقى تقيل ولطيف مع مكان الكريمه هنا، شويه معلقه صغنونه كده، شويه
شويه مرق. بصوا بقى الجمال ده، الله الله. انا حطيت معلقه واحده دقيق مع معلقه شوربه مرق او ميه. عايزه اديها بقى ثكنس كده، اديله القوام الثكنس بتاعه يبقى تقيل اهو، مكان البتاع بتاعت الكريمه جواها عشان ادوب بقيه الكريمه اللي اتحط. بصوا بقى اهو كده، بصوا الجمال. رشة زعتر أخيرة لازم، ورز نسيبها تتقل أهي خلاص، وبعدين هبدأ بقى أغرفها أهو. بصوا الجمال بقى، الريحة روعة، إن شاء الله يا رب الطعم يعجب برضو حضراتكم تجربوه وتبقى ممتاز. خليني أقدمها، شيل دول وناخد طبق التقديم أهو. بسم الله الرحمن الرحيم أهو. مكرونة الحلوة دي طبعا بتبقى سخنة، لازم تبقى سخنة وحلوة. اوكي ها؟ وهنبدأ بقى نصب عليه الصوص الحلو بتاعنا. هاخد كده ايه لوج ونديها بقى. طبعا في امكانية ان احنا نحط رشة جبنة مفرومة لو عندنا بارميزان او رومي او اي حاجة. احنا اضفنا كريمة بقت لونها بينكي شوية عشان في ناس بتحب البينك صوص ده. عندنا شوية جبنة مفرومة اه. طيب انا هستسمح حضراتكم بقى، انا هنضف الطبق بس مش هعمل اي حاجه الا لحد ما حضراتكم ترجعوا لي بالسلامه بعد الفاصل. مستنيه حضراتكم نكمل وصفاتنا.